شوي ركب شيء شوي مظاهرة سلمية كيف عديت وصارت ضربوني طريحة في البداية. الناس مش حتعمل لغاية اليوم. الكتيبة هذه لازم تفضى. معاش في رفض الله صحاتي اليوم. كتيبة رفض الله صحاتي انتهت اليوم. ما هي الجيش. الجيش اللي يقتل الشعب ما هو الجيش. كيف ما قدامك ما في لا سلاح لا فيني. حمي شو انصار الشريعه هذوما راكبين فينا ب 23. انا ضرب قدامي رفيقي نبي نسعفه ضربوني بسياره ما خلونيش نشيلها. هذا اللي صار ورفيقي جبتها هي متوفي. دراع نبي واحد من الشباب يجي يكتب يا ناصر نصر الله.